السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ النهاردة بإذن الله معانا ريسيفر صيني شارب سات 037. الريسيفر ده قطع إشارة معانا زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده، وهيعمل الإشارة ده بينحصر في كذا حاجة، منها دايرة الكهرباء عندك اللي هي الدايرة دي. فأول حاجة هتعملها لو عندك دايرة بديلة الدايرة دي جديدة هتركبها وتجرب عليها، اشتغل معاك الريسيفر كويس تمام خلاص خلصت. ما اشتغلش معاك الريسيفر بتبدأ بتسيب الدايرة الجديدة اللي معاك، ربما الدايرة دي ما فيها مشكلة إشارة والدايرة التانية دي فيها مشكلة إشارة، فأنت بتشتغل على الدايرة الجديدة لحد ما تخلص الجهاز بتاعك، وبعد كده تركب الدايرة القديمة بتاعتك لو كان المشكلة عندك إشارة فقط لا غير. الدايرة القديمة اشتغلت إشارة بعد ما غيرت القطعة اللي موجودة هنا بتاع الإشارة، خلاص ما اشتغلتش الدايره القديمه اشاره يبقى الدايره كان فيها مشكله، في مشكله عندك هنا في القطعه. فيعني دايما الريسيفرات الصيني 90% منها بيبقى قاطع اشاره من الاثنين ترانزستور دول، اللي هو ده وده، دول خاصين بقطع بالاشاره في الجهاز اللي هي دي ودي، ودول طبعا انت بتجيبهم بيبقى عندك موجود وبتبدا ايه تغيرهم، والريسيفر ان شاء الله بيشتغل معاك. ما اشتغلش معاك بعد كده يبقى عندك فينا اي سي او المعالج بتاع الاشاره، ممكن يبقى فيه مشكله. وخد بالك الاي سي ده ساعات لما بتخلعه بيخلي الجهاز يجيب لمبه حمراء، عشان تبقى عارف كده لو ركبته عكس اتجاهه او الاي سي اتحرق منك هيخلي الجهاز يجيب معاك لمبه حمراء. فباذن الله نشوف مع بعضنا ازاي هنعالج عيب الاشاره دي. فطبعا ركبت الدايره الجديده وهنبدا نغير الاثنين ترانزستور دول ونشوف مع بعضنا الدنيا فيها ايه، هيشتغل معانا كويس ولا في ايه تاني. وانا زي ما احنا شايفين كده اهو غير سلك الاشاره راكب اهو زي ما انت حضراتكم شايفين، غير كده القنوات مفيش اي اشاره موجوده عندي. فالجهاز ده قطع اشاره نهائي. في اجهزه هتجيلك قطع راسي او افقي بتبدا تغير الترانزستورات دي، بيشتغل معاك ان شاء الله كويس لان هم دول اللي بتسببوا. حاول تغير الاثنين ما تغيرش واحده بس، ولو في ثلاثه عندك هتغيرهم مفيش مشكله. فهنبدا مع بعضنا باذن الله هنغير الاثنين ترانزستور دول ونشوف العيبه هتحل معانا ولا ايه. نبدا مع بعضنا كده نقلع الاثنين ترانزستور معايا كده بالمكوه. ده الترانزستور الاولاني، رقمه معايا اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم. اقرب لك عشان تشوف رقمه تاني عشان ما تحبش تشتريه وشايفه قدامك. ده الاولاني، وبعد كده نخلع التاني. والتاني اهو، ونبدا نجيب اتنين جداد. هنبدأ نحط مادة كده أو فلاكس أو ألفونية على الترانزستوراية. طبعا الترانزستوراية ليها عدلة، مش بتركبش كده وخلاص، هتلاقي نفس الشكل كده الدوران بتاعها لو حضرتك شايف من هنا كده، باينة معاه في الصورة مش باينة، الدوران أهو أهو. طبعا الترانزستوراية هتركب نفس الوضع كده، نص الدايرة دي هتبقى على نفس الوضع بتاع الترانزستوراية اللي تركبها، تبقى بنفس الشكل كده عشان الناس المبتدئة في صيانة الريسيفرات. والترانزستور التانية تركب بنفس الشكل برضه اهو. هنبدأ نركب الأولى كده معانا. فدول من غير ما تقيسهم اخلعهم وغيرهم على طول، وإن شاء الله الجهاز هيشتغل معاك إشارة. ما اشتغلش إشارة بقى بتخش على الأي سي بتاع المعالجة بتاع الإشارة، ما اشتغلش بعد ما غيرت الأي سي. بعد كده الجهاز عندك هيبقى فيه مشكلة في البروسيسور او في قصور عندك في اي دايره من الدوائر اللي موجوده عندك عامله عيب الاشاره، وتقريبا هيبقى المشكله عندك بعد كده في البروسيسور.
وساعات الجهاز بيبقى قاطع اشاره، يعني الزبون لما يجيب لك جهاز ما تحاولش تشتغل في دي الاول، حاول تمسح القنوات اللي عليه وتنزل القنوات بحث عادي كده، شوف هيجيب معاك الفي والاتش اللي هو الافق والرأسي ولا مش هيجيبهم. جابهم معاك خلاص كده الجهاز ما فيش مشكله اشاره، تنزل له ملف وقنوات وخلصت. ان في بعض الزبائن بيبقى لاعبين في اعدادات الريسيفر من جوه، فبيخلي الريسيفر يقطع اشاره، بيغير في اعدادات الضبط، فالريسيفر بيقطع معاك اشاره. فالمشكله دي ساعات بتيجي من السوفت، وساعات الجهاز لما بتعمله سوفت بيجيب معاك اشاره وبتعمله ملف قنوات، فانت مبدئيا بتنزل قنوات يدوي وبعد كده ما اشتغلش معاك، بتبدا تشتغل في الريسيفر، تعمل ريسيفر ضبط مصنع، تنزل قنواتك كده، وبعد كده بتبدا تشتغل في الريسيفر تاني من جوه. وكده هنرجع مع بعضنا نجرب الريسيفر بتاعنا. وقف الفيديو لحد ما وصل الريسيفر. ببدأ اوصل الريسيفر بتاعي كده اهو، والريسيفر كده وصل، والقنوات الحمد لله جت معايا اهي اهي زي ما انتوا شايفين. وكده مبدئيا احنا شغالين صح، ولو في مشكلة عادي بتتحل، بس طالما الجهاز جاب معايا اشارة كده المشكلة عندي انا في الجهاز. بنبص تاني كده انا اسف، في ترانزستورية رجلها مش ملحومة كويس عشان كده هو بيقطع معايا اهو. هنعيد لحام عليها تاني ونخلص الفيديو ونعيد عليها الحام كده. القنوات كلها ايه شغالة معايا تمام زي الفل الحمد لله، اهو زي ما انت حضرتك شايف. وبكده ان شاء الله يبقى عيب الاشارة بتاعنا خلص النهاردة. واي حد عنده استفسار او تعليق يتركه اسفل الفيديو، وما تبخليش علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد. كان معكم محمود ابو دنيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.